التي تسعى الدولة جاهدة إلى تطويرها والارتقاء بها وبمستوى القائمين عليها، وذلك بهدف بناء مجتمع قوي يقوم على العلم والمعرفة. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التركيز على النشأ منذ الصغر، فأطفالنا هم زهور اليوم وشباب الغد، وشبابنا هم رجال وقادة المستقبل، وهم الدعامة الحقيقية التي يقوم عليها أي مجتمع. ولكي نعمل على إقامة مجتمع قوي متحضر يسير بخطى واثقة نحو التقدم والرقي والتنمية ومواكبة أحدث تطورات العصر.